المرية باب الشرق، فيلم وثائقي تاريخي عن المدينة التي كانت الميناء الرئيسي لشبه الجزيرة الإيبيرية، ومن أكثر موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط نشاطاً خلال الجزء الأكبر من القرون الوسطى. تقع مدينة المرية في الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة تحت حماية قصبتها والبلاد التابعة لها، والتي عرفت تطوراً عظيماً في العصر الأندلسي، والنمو الاجتماعي الاقتصادي والحضري والثقافي الذي عاشه هذا الإقليم والذي يتعانق عنده البحر بالأرض يعود إلى اجتماع الطرق البحرية والبرية فيه، وهو ما جعله من أشد المراكز التجارية ازدهاراً. كيف حصل هذا؟ وما هي الأسس التي ارتكز عليها؟ وكيف تطور؟ ليس هناك شك في أننا يمكن أن نتعلم الكثير من خبرات الماضي، إذ أن الجزء الأكبر من التطور الحالي لمدينة المرية يعود إلى استخدام الميناء كما جرى في العصور الوسطى. إنه اقتراب من التراث المادي والمعنوي من إقليم المرية في الفترة الأندلسية من خلال التاريخ والطرق البرية والبحرية والبقايا الأثرية والنصوص الأدبية.